ماذا تفعل عندما تفقد الأمل وتنهكك الحياة؟ كل إنسان منا تمر عليه لحظات يأس يعتقد فيها أن الحياة توقفت ولن تتغير. تبدو أحلامنا بعيدة المنال ونرى السلبية في كل شيء. اليوم يبدو مثل الأمس، لا شيء جديد، ملل قاتل ووقت ضائع وأحلام مؤجلة. الإنسان بطبيعته ينجرف نحو التفكير السلبي ويدخل في دوامة لا يستطيع الخروج منها إلا إذا امتلك الشجاعة على تحدي نفسه وأسكت الأصوات السلبية التي تأكل عقله وجسده. سوف تجد في القائمة التالية معين لك لتحفيز نفسك حين تفتر همتك وتسوء الأمور وتخبو شمعتك الداخلية أمام مصاعب الحياة التي لا تنتهي. ولكن قبل أن نبدأ أعزائي، لا تنسوا الاشتراك في قناتكم عالم رؤيا حتى يصلكم كل جديدنا. أولاً، الألم جزء من عملية النمو. تذكر أول لحظة لك في الحياة حين خرجت من رحم أمك ودخل الهواء إلى رئتيك وصرخت من ألم هذا التغيير. هذا الصراخ والبكاء علامة على أنك صحيح البدن، واعد المستقبل، وعلامة أخرى على أن الألم والحياة متلازمان وأن سعادتك تعتمد على مدى قبولك لهذه الحقيقة الفلسفية. حين تسوء الأمور وتغلق الحياة بابا في وجهك، فعليك أن تدرك أنها فتحت لك بابا آخر، لكن عليك أن تبحث عنه. يجب عليك تذكير نفسك دائما بأنه لا ألم دون سبب. لا تركز ناظريك على سبب الألم، واشغل نفسك بالبحث عن الدرس الذي تعلمته منه والحكمة من ورائه. يجب أن تقول لنفسك حين تسوء الأمور أن معاناتك الحالية لا تعني أنك تفشل، فكل نجاح كبير سبقته معاناة وألم. الأشياء الجيدة في هذه الحياة لا تأتي بسرعة، لذا اصبر وحافظ على إيجابيتك، واعلم أن الألم نوعان، نوعا يؤلمك ونوعا يغيرك. ثانيا، كل شيء في هذه الحياة مؤقت. أقوى العواصف جاء عليها وقت انتهت فيه، وأثقل السحب ألقت مطرها وانقشعت وعاد الجو صحوا. أظلم الليل مرات وأشرق بعده ضوء الصباح، ورغم ذلك نميل لأن ننسى هذه الحقيقة الراسخة، فنبدأ نعتقد أن ما يمر بنا ليس له انقشاع أو نهاية، وهذا غير صحيح. كل شيء له بداية وله نهاية، حتى نحن البشر. إذا كانت أمورك جيدة اسعد بها، واعلم أنها لن تستمر إلى الأبد، والعكس صحيح. واعلم أنك ما دمت حيا فستتاح لك فرصة ثانية وثالثة ورابعة. ثالثا، ندوبك علامات على مدى قوتك. إياك والخجل من الندوب التي تركتها صراعاتك مع الحياة. هذه الندوب تعني أن الألم قد مر وأن الجرح قد اندمل وشفي، وتعني أنك قهرت آمالك وتعلمت درسك وصرت أقوى من قبل وأنك تمضي إلى الأمام. الندوب هي وسام أعطتك إياها الحياة تقديرا على نجاحك وصبرك. يجب عليك الزهو بها، لا الخجل منها. الكثير من الناجحين بدأ نجاحهم حين تغلبوا على مشاكلهم الشديدة. رابعا، القلق والشكوى
لا تغير شيء. من يكسرون الشكوى قل ما ينجزوا. من الأفضل لك أن تحاول فعل شيء عظيم فتفشل، بدلا من أن لا تفعل شيء وتبقى كما أنت. لا تنتهي حين تخسر، بل حين لا تفعل شيئا سوى الشكوى. ما دمت مؤمنا بشيء ما، استمر في محاولة تحقيقه. حين تقضي يومك تشكو من أمسك، فهذا لن يجعل غدك أفضل. خذ خطوات إيجابية، اجعل ما تعلمت يعينك على تغيير حياتك للأفضل، واعلم أن السعادة تحل عليك حين تتوقف عن الشكوى. خامسا، كل صراع صغير هو خطوة للأمام. الصبر في الحياة ليس الانتظار، بل العمل بجهد كبير على تحقيق أحلامك، مدركا أن النهاية تستحق التعب والجهد. حين تمضي في الحياة مطاردا أحلامك وأهدافك، سيكون عليك أن تضحي براحتك وتخرج من منطقة الأمان التي تعيش فيها. هذا يعني ألا تأكل ما يكفي، وألا تنام بما يكفي لأسابيع وشهور، وأن تقبل نظرات تقليل من شأن ما تفعله من أقرانك، أن تسير وحيدا، وأن تقبل خوض اختبارات لكشف عن مدى أسرارك وأصالة معدنك. حين تقبل كل هذا ستتمكن من تقبل الفشل والخسارة والرفض، وستراهم على أنهم خطوة صغيرة للأمام، وسوف تصل للقناعة مفادها أن الصراع ليس شيئا تجده على الطريق، بل هو الطريق ذاته، وأن النهاية تبرر تحمل هذا الصراع وتحمل آلامه وصعابه. صدقني، لن تجد شعورا يماثل سعادتك حين تقهر الصعاب وتحقق أهدافك. سادسا، سلبية الآخرين ليست مشكلتك. رغم أن السلبية يمكن أن تحيط بك من كل حبة وصوب، حافظ على رباط جأشك، ابتسم في وجوه من يقللون من الهدف الذي تود الحصول عليه. حين يعاملوك الآخرين بسوء، استمر كما أنت، ولا تتغير، ولا تكن مثلهم. لا تدع مرارة الآخرين تنتقل إليك. لا تتغير لتبهر الآخرين الذين لا يرون حقيقة معدنك والهدف الذي تسعى خلفه. لا تشغل بالك بكلام الناس، فهم سيتكلمون عنك أو عن غيرك مهما فعلت أو لم تفعل. اشغل نفسك ولا تقلق بشأن الآخرين أو بنظرتهم إليك. حياتك تأتي مرة واحدة فقط، فلا تشغل نفسك بغيرك، وركز على سعادتك وراحتك وما يجعلك تبتسم. سابعا، المقدر والمكتوب سيكون. القوة الحقيقية هي أن يكون لديك السبب القوي لكي تبكي وتشكو، لكنك رغم ذلك تختار الابتسام وتقدير ما وهبته الحياة لك من نعم. هناك نعمة مخفية في كل معاناة، لكن عليك أن تفتح قلبك وعقلك لكي تكتشفها. لا يمكنك أن تجبر الأشياء على الحدوث، لكن يمكنك العمل بكد وجهد حتى تتحقق. أن تحب حياتك يعني أن تثق في حدسك الداخلي وتغامر، وأن تفقد سعادتك وتعيد العثور عليها، وأن تنتظر بعين التقدير لما لديك من ذكريات وتتعلم من تجاربك كلها. رحلتك في هذه الحياة مهما طالت أو قصرت، عليك أن تتوقف فيها عن القلق والشك في خطواتك. اضحك من مشاكلك ومن عدم الوضوح طريق أمامك، وتمتع بما لدى الحياة لتعطيه لك، واعلم أنك قد لا تصل لما أردته، لكنك
ستصل إلى المكان الذي يجب عليك أن تكون فيه. ثامناً، أفضل شيء تفعله حين تسوء الأمور هو أن تستمر في المحاولة. لا تخاف من التوقف لتعيد المحاولة من جديد بشكل أفضل. لا تخشى أن تحب من جديد وأن تجرب حياة جديدة في مكان جديد وأن تحلم من جديد. لا تدع تجربة مريرة أو درسا قاسيا يجعلك تنغلق على نفسك، فلا تحاول مرة أخرى من جديد. أفضل دروس الحياة تحصل عليها من أصعب المواقف وأسوأ الأخطاء.